بسم الله. اعتمادا على الله ثم على ان احنا سمعنا اناتومي او شاهدنا اناتومي او نعرف الاناتومي ان جنرال، فاحنا هنبدا يعني ايه محاضره فيها سنه باثولوجي بس جايدد باي الكلينيكال. جايدد باي كلينيكال، يا نهار ابيض، ده احنا بدانا بسؤال. معلش يا جماعه ما كنتش عامل حسابي، دي طلعت ايه؟ الله، انا بيعجبني لما اول واحد بيجاوب غلط، يا بنبسط قوي. تمام. فالمهم ديك كيفم سيبتم، والاخ ده مين؟ الكورباس كالوزم. والجايرس دي اسمها ايه؟ سنجليت جايرس. والحته دي على الناحيتين، لو قلت لك ان ده بري تيرم، لو ده بري تيرم هتبقى بري فنتريك وايت ماتر. تمام، طبعا ناكد بقى عليها من الساجيتال وكده. حلو قوي، يبقى دي شكلها نورمال ستادي، صح كده ولا ايه؟ ايوه، فين؟ تحت الفرونتال هورن. دي ده يعني دي الكرويد بليكسس. الله عليكي، تمام. هو لسه الثيرد فنتريكل ما ظهرش، وانت قدام شويه يبقى ده مش الليفل بتاع الكرويد، بالاضافه ان الكرويد بتبقى كلامبي شويه راوندد، والكرويد وقت ما تظهر هتظهر معاها الابر بارت بتاع الثيرد فنتريكل فيه برضه كرويد 3 ستار، ده قدام الكرويد. يعني ممنوع حاجه، ممنوع الابيض قدام خالص، ممنوع الابيض ورا خالص. تمام، ممتاز. يبقى دي كده ايه؟ هيموريدج على الاقل جريد 1 لما نكمل بقى الفحص. على الناحيتين سيمتريكال بايلاترال، عشان كده بنغلط. ما انت عارفه لو كانت اسيمتريكال كنت هشوفها في ناحيه خلاص بقى هحسها، لكن مشكلتها انها مع السيمتريه ممكن افتكرها دي حاجه طبيعيه. يا نهار ابيض، ده في سؤال تاني. معلش يا جماعه بقى، انا غصب عني. ايوه اديني شكلها كويس، شكوا في حاجه ونتكلم. ايوه، عارفين المناقشات الثنائيه، يبقى الاثنين غالبا مش عارفين. تمام، حد عارف اي حاجه؟ طب حلو. هنا يعني لا، هنعديها. هقول لكم على حاجه تانية. ده كده الاسود ده اللي هو الايه؟ حلو، انا في انهي بلين؟ برا ساجدة، ميديال برا ساجدة، لان اللاترال ده بيبقى بعيد خالص. حلو جدا، ده كده سي اس اف، سي اس اف، سي اس اف، سي اس اف، الكرويد الابيض. امال السي اس اف هنا لونه ماله كده ليه؟ ده تربت جدا، ده تربت جدا. انتوا خدتوا بالكم النقطه دي ولا لا؟ هو المفروض كده ان ايكويك، ان ايكويك بعد كده وقف عند المرحله دي، كل ده تبع الفنتركل، وبقى تربت. تربت خلاص كده انت بقيت ايه؟ اب نورمال. اب نورمال يعني يا هيموريدج يا انفكشن. تمام، هنعمل له ايه؟ احنا لا، انا عايز اتاكد. نعمل بيو تاني، ده هنا بري تيرم ولا تيرم؟ يبقى نعمل له ايه؟ لا، بوستيرور هورن، يبقى ايه؟ ممكن يبقى بوستيرور فونتانيل. ممتاز ممتاز. طب لو دي كده كانت هيموريدج هتتحول على طول لجريد كام؟ الله عليك يا دكتوره، جريد 2، لان هو مش دايليتد. برافو، طالما انترا فنتريكولر انت تحولت لجريد 2. انا هقول الكلام ده طبعا. دي كده هتبقى ايه؟ لا، واحده قبل ما اقول جريد، ايه الحاجه اللي موجوده؟ فنتريكولوميجال. يعني احنا ايه، انا عشان بس الحاله اللي فاتت هيموريدج، مش شرط دي تبقى دي هيموريدج، ممكن بوست مننجيتك. تمام، فايه اللي موجود؟ هيدروكيفس او فنتريكولوم، دي العيله الكبيره. برافو عليك، الابندايما، الابندايما مثلا ايكوجينيك شويه. ها ماشي، يعني ها الكرويد اصلا بيبقى لونها كده، الكرويد هايلي ايكوجينيك، صح كده؟ الكرويد زي ما الدكتوره قالت بقى في ليرنج في الحته دي، في ليرنج في الحته دي. تمام، اوكي، فانا كده لا، ده كده هيموريدج. الكرويد يا جماعه المفروض بتبقى ماشيه، تمام، ورا الثالامس، بتبقى واخده الكيرب ده وتبقى هايلي ايكوجينيك، فدي كده بلاد كلوت. تمام، ودي هنا فري بلاد، فدي كده تبقى على الاقل الجريد الكام؟ لا ده كده احنا مسهلينها لكم، 1 2 3 بري تيرم على شويه هايبوتوني. ايوه، اللي هي دي، صح كده؟ والناحيه الثانيه سليمه.
برافو عليك. انا بيعجبني اللي ايه شافت ناحيه وطنشت الناحيه الثانيه الاثنين بايلاترال كده بنغطي. ماشي طيب بريتيرم بقت اب نورمال ولا نورمال؟ نورمال فور ايج طالما نوت هايلي ايكوجينيك يبقى لازم اعرف النورمال. الاول انا بهزر ولا ماشي عشان بس تمام اوكي. يبقى لغايه دلوقتي دي اكسبتد ومع ذلك العيان ده هجيله كمان شويه في حاجه تانية. طيب لا 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 لغايه دلوقتي الحته دي كويس يعني انت لو واخد بالك اكزاكتلي سيمتريكال وهوموجينس تمام. احنا هنعمل فرع عشان حاجه تانية ان ده بري تيرم ومفروض بنعمل له مره تانية تمام قبل ما يخرج من الحضانه او حاجه اسمها اللي هي كوركتد ايج تيرم ايكويفالنت ايج تي اي اي. يعني وانت انت دلوقتي مولود عندك 32 اسبوع لما يجي عمر ال 36 ابقى تعالى نعمل لك سكرينينج تاني بس ده خرج من الحضانه مفيش مشكله بعد 4 أسابيع تعالى. دي اشهر كومبلينز ممكن تتبعت لنا. هتقول لي احنا في مصر والدنيا حلوه والريكوست طبعا بيبقى مليان ومليان داتا كبيره جدا اخره اسم العيان مفيش حاجه تانية. لا يعني احنا بنتكلم بقى على ايه لو اتبعت ريكوست محترم او انت بتشتغل بره مصر. لان انا وقت ما اشتغلت الكرينيا اللي اشتغلته بره مصر فكان بيجي لي ريكوست يعني قوي. فدي اشهر الكومبلينز بالظبط. احنا بس هنا انا عايز كلمه في الهيستوري اللي هي الكلمه الكبيره اللي هتحركني. هل convulsions fits انكفالوباثي ممكن يخبطها كده يبقى كده انا مستريح. هو عارف ان هو انكفالوباثي كلينيكيا انا بدور عليه 1 2 3 تمام. لو قال لك هايبوتونيا وهقول لكم على تريكه فيها دي لان دي كانت بتعمل خناقات بيني وبين البيديتريشن. ابنيا هيمي باريسز خلاص انا مستريح. مش مستريح عشان الطفل لا مستريح ان في يونيلاترال باثولوجي. هقول لكم ايه هي الاشهر تمام. مايكروكيفالي ماكروكيفالي ده واضح كده ان ايه دي قياسات يعني ده مع الفولو اب. يبقى المجموعه الاولانيه دي شكوى صريحه للعيان يعني ممكن يجي لنا وهو ايه وهو في الحضانه. لكن مايكرو ماكرو لا ده ممكن خرج والهيد سيركمفرنس والكلينيشن بيتابعه تمام لا في ابنورماليتي او الفيس بتاعه ابنورمال ديسمورفيك. انت بتتكلم على حاجه غالبا كونجنيتال فاحنا هناخدهم كده واحده واحده. اول حاجه الفيتس دي اشهر كومبلينت بتجينا غالبا ليها سبب غالبا ليها سبب تمام. طيب لو ليها سبب لازم السبب يتشاف بالسونار؟ لا مش لازم. يعني انا ككلينيشن لازم ادور لها على سبب الايديوباثيك دي فيري رير. لكن بالسونار انت بتدور على ايه اشهر حاجه على الاطلاق اشهر حاجه على الاطلاق اللي هي الايه هيموج تمام. اللي بعديها على طول كلمه هايبوكسيك اسكيميك او خلينا نقول اسكيميك. مش لازم الهايبوكسيك اسكيميك اللي هي سيريبرال ايديما ومش عارف لا ده اسم كبير ده اسم العيله الكبير. لكن اي باترن من اسكيميا انكلودنج الهيموريج الهيموريج ده باترن من الاسكيميا سكندري الاسكيميا تمام وحاجات تانية كتير. لكن دول اللي بندور عليهم في الاساس طالما قال لك كونفالجنس. طيب لو لقيت الدنيا كلها نورمال مورفولوجي يا جماعه ممكن يبقى اللاب. يعني في حاجه اسمها هايبوجلايسيميك انكفالوبس يعني في حاجات بتعمل غير السونار بس انا يهمني ايه الحاجات اللي بتظهر بالسونار. ناخد طبعا اشهر حاجه وقبل ما ناخدها اقول لكم كده ثيوري صغيره خالص على حته الجري ماتر بتتكون فين اللي هو سؤال الدكتور. هي بتتكون في الوول بتاع الفنتريكل في الابنداين الوول ده اللي اسمه ايه الابنداين تمام. اكتر مكان متركزه فيه في الانتيريور بار قدام الكودوثلاميك جروب تمام. دي اللي اسمها جيرمينال ماتريكس. يبقى طول ما الطفل ده لسه صغير اللي هو البريتيم وكده التركيز الجري ماتر هنا تركيز الفاسكولاريتي بتاع البرين هنا. يبقى لو حصل اسكيميا او هايبوكسيميا ايفن حتى انتروثراين تمام الطفل ده ممكن يتعرض لمشكله في الحته دي فرايبل فيسلز هيموريدج. هو ممكن الطفل اشخصه اوبستاتريك الترا ساوند بانتروكان هيموريدج ايوه يعني من قبل ما يجي لنا اصلا تمام او بعد حتى ما اتولد. اطمنوا يا دكاتره والله هديكم البرزنتيشن وهديكم الفيديو والله هديها لكم تمام عشان بس انا عايز الكونسنتريشن هنا. فدي البرزنتيشن موجوده يا دكتوره جهاد اديها لهم اديها لهم خلاص اوكي. النقطه الثانيه شويه ده الكلام ده يا جماعه ما قبل مثلا 28 29 30 بعد كده يعني او عند 32 ايه اللي بيحصل بتبدا تمايجري حاجه اسمها كورتيكال مايجريشن. مايجريشن يبقى الجري ماتر بقت فين في الوايت ماتر. هي ماشيه كده على الطريق لغايه لما توصل ايه للكورتكس بتاعه البرين. طب لو حصل اسكيميا في المرحله دي هيحصل بيري فينتريكولار افكشن اللي هي البي في ال. يبقى البي في ال برده مع الماتيور البريماتيورتي يبقى البريماتيورتي هتجيب لي الجيرمينال ماتريكس اللي هي سب ابندايمن هيموريدج
اكبر سنه صغيره بيري فينتريكولار لوكوماليشيا. طب اكبر سنه انت قريب من التيرم هيبقى التشينجز في الجري ماتر بقى ناحيه الكورتكس او البيزال جانجليا. البيزال جانجليا باي ذا واي ممكن تتاثر في اي مرحله لو كانت اكستنسيف هايبوكسيميا، لكن التيرم بالذات يبقى البيزال جانجليا يبقى السيريبيلم. تمام، هقول لكم على كذا كونديشن في او كذا سيمتوم بندور على حاجه في السيريبيلم. تمام، طيب لو صغير خالص 20 اسبوع وحصل فاسكولار انسلت عنيفه اللي هي ممكن اصلا الانترنال كاروتيد يتضربوا فيها، هتلاقي البرين كله عباره عن ايه؟ كتله ميه. كتله ميه دي بنسميها ايه؟ ايوه اسمها ايه؟ هيدران انكيفالي. هيدرا ميه. تمام، ودي بتخش في ديفرنشال سواء ترانسكرينيال الترا ساوند او اوبستريك الترا ساوند. ايه ثلاث حاجات كبار في دماغي بيعملوا البرين عباره عن كتله ميه؟ ماركت هيدروكيفالس بالظبط كده، والهايدران انكيفالي، واي لوبر هولو بروزن كيفالي. دول الثلاثه الكبار. او في واحده بس مش كومن، لو عندنا فيري لارج سكايزن كيفالي. سكايزن كيفالي يقول ايه؟ فتحه هنا وفتحه هنا. تمام، طيب لو انت اتضربت بقى في المرحله اللي هي دي 32 33 اسبوع، ايه اللي هيحصل؟ الجين من الماتريكس هيمرج. المرحله اللي بعديها 33 34 ايه اللي هيحصل؟ بيري فينتريكولار لوكوماليشيا. الاول ابنورمال ايكوجينيستي، بعد كده ليتر اون سيستيك. نفس الكلام بالنسبه للهيمرج، الاول ابنورمال ايكوجينيستي بعد كده ليتر اون سيستيك. ده البروجريشن الطبيعي. تمام، عند التيرم دور بقى على حاجات معينه زي البيزال جانجليا، زي الكورتيكال، زي السيربيلم. يا نهار ابيض، يعني كده التيرم لا الموضوع هيبقى اصعب. تخيلوا في حد اصلا بيبص على لاترال باراساجيتال، دي الحته دي بتبقى صعبه قوي بالبروب، لكن لو تيرم بيبي لازم تبص عليها. رحل البروب ساجيتالي خالص، تمام، على البريفري. طب لو انا كرونال، ميل ايدك على البريفري. تمام، لان معظمنا بيبص على السنترال بارت. طب والبريفرال بارت؟ لا، يهمونا في التيرم بيبي. تمام، اوكي، نفس الفكره برضو بالنسبه للسيريبيلم. السيريبيل انت بتدور على هيموريج لازم تبص عليه، تيرم بيبي بالذات لازم تبص عليه، ديهايدريتد بيبي او سيبسيس لازم تبص عليه. اشمعنى؟ علشان في هنا واحده من الساينسز اللي معرضه ليه ثرومبوز. بالظبط كده، ترانسفيرس والسيجمويد في الحته دي. طيب فده كان اول حاله اللي هي احنا جبناها كاسئله. انت بتتكلم في بري تيرم وعنده كونفالجنس، يبقى ايه؟ جريد 1. شايفين بقى الساجيتال خلصها. الكرويد بلكسس المفروض بتقف عند الحته دي اللي هي الايه؟ كودوثلاميك. اول ما لقيت البقليزه دي ابيضه وقدام، ممنوع نلاقي ابيض قدام، ممنوع نلاقي ابيض ورا، بس انا كده مش في البلين بتاع ورا. ليه؟ لان احنا قلنا ان الانتيريور هورن مور ميديال عن البوستيريور هورن، فلازم البوستيريور بارت بتاع البروب تكون مانجله فمور لاترال عن الانتيريور بارت بتاع البروب. يبقى دي كده جريد 1 اللي هي الايه؟ جين ماتريكس هيمرج. حلو، تخيلوا بقى دي اسهل. دي يا جماعه باي لاترال، فممكن تعدي عليا، لكن دي لا، دي يونيلاترال. وخدتوا بالكم من حاجه؟ الهيمرج بيجي تحت الوول فبيبقى واقف. في حاله انا رافعها على فكره من يوم ولا يومين كده، كاتب عليها السب ايبن دايموند نديول، كانت حاجه ايكوجينيك لكن راوندد. لكن معظم الهيمرج بيجي ايه؟ في صوره ايه؟ ماشي مع الوول، واقف لو انا كورونال، وهتلاقيه مريح كده برضو على الوول. يعني هنا هيبقى فيرتيكال اورينتيشن، هنا هوريزونتال اورينتيشن، لكن كده كده انتير لوكودوثلاميك جروف، وهنا الموست فار بلين كورونال انتير لو قبل ما يظهر الثيرد فينتري. فدي كده اتليست جريد 1 برضو. طيب ايه الاخبار؟ يلا انتوا قولوا بقى، يوني ولا باي؟ يوني لاترال. بس خلي بالكم انا بدات تظهر معايا مين؟ الكرويد. تمام، الكرويد ما بتعلاش فوق خالص، يعني حتى لو انت ظهر الليفل بتاع الكرويد ما بتبقاش في اعلى حته من الفنتركل. تمام، الكرويد بلكسس لما بتتكون بتبقى في الفلور بتاع اللاترال فنتركل والروف بتاع الثيرد فنتركل، فهو ده مكانها، فما بتطلعش فوق. تمام، طلعت فوق حتى لو انا ورا سنه. تمام، جيرمنال ماتريكس هيمرج. الجريد بتاعتها هي دي الجريد الاولانيه؟ لا، دي قافله الايه؟ يعني كده دخلت انترا فنتريكولا. طبعا في تقسيمه ثانيه اللي هي 10% و50% وكده، بس انا مش عايز ادويلكم بيها. احنا عايزين نقول في الوول جوه الفنتريكل معاها دايلاتيشن او بالظبط ضربت البارينكيما. تمام، فدي اتليست احنا بنتكلم في جريد 2 اللي هي هتحتاج منا طبعا فولو، عشان دي هتعمل سيستيك وكده. المشكله ان طالما دخل جوه الفنتريكل البلاد ده هيقوم معدي بقى على شويه السيركيليشن بتاع السب اراكنويد، فممكن يقفل يعمل لي بوست هيموراجيك ايه؟
هايدروكابنس. تمام، ودي الصوره اللي احنا جبناها اللي هي ايه شكلها تعدي كويسه يا دكتور، والبيزا الجنجلي حلوه والبريفنتيكو فليرنج، لكن سي اس اف ده مش عاجبني. يبقى نعمل ايه؟ ده بري تيرم، تعال له من الاوكسيبيتال هوم. شايفين مش متشافه خالص، تعدي مني مستريح. تمام، فدي كده احنا قلنا الموست بوستيرير بارت ممنوع الاقي فيه ابيض، يبقى الموست انتيرير الموست ايه بوستيرير. تمام، بالاضافه لازم يكون السي اس اف كلير. ممتاز. طيب ايه الاخبار؟ سيجرز وبريتيرن، حلو نفس الفكره. انا عندي الهول مارك بتاع الاستادي هتلاقيها الماكروكيفالي في الاساس، يعني في كونفالجنس بس في ماكروكيفالي، هيدروكيفالس فينتريكولو ميجالي. ممتاز. هتتعامل ازاي مع حاله الهيدروكيفالس؟ قيس، هات السبب، شوف النتيجه. تمام يا جماعه، شوف الكوز والافكت. فاحنا هنا في ماركت دايلاتيشن وقايس كذا مثلا ثلامو اوكسيبيتال ديامتر، قايس كذا، هنتكلم على الارقام دي كمان شويه، وكده كده المحاضره متسجله فالارقام هتبقى طالعه. تمام، حلو. الوول بتاعه ماله؟ تخين، مش ده الطبيعي. احكم على الوول في الحته اللي فوق؟ لا، مش في الحته اللي فوق. اشمعنى؟ لان دي الالترا ساوند خبطه فيها، وبالتالي عامله لي كانها سترونج ريفلكتور، فده ممكن يديني فولس امبريشن. لكن احكم على ده، ده المفروض ده كده بارل للالترا ساوند، يعني المفروض اصلا ما يتشافش، فده فيري ثيك وول. الثيك وول معناها فينتريكولايتس. يبقى انفكشن يا دكتور؟ لا، ممكن يكون انفكشوس فينتريكولايتس، ممكن يكون كيميكال فينتريكولايتس نتيجه اريتيشن بالهيموج. تمام، ده هنا تختار انهي نوع؟ هي دي ايكوجينيك اصلا كرويد؟ لا، دي مش ايكوجينيك كرويد. تمام، دي كده بلاد كلوت وبدات تاندرجو تشينجز، يعني دي كده مش اكيوت قوي، لا دي هتبدا تخش سيستك، وهنا في شويه لير. تمام، انا بس الكرويد شايفين يا جماعه الحته الصغننه دي؟ دي الكرويد، ده مفعوصه في الحته دي. تمام، حلو، يبقى دي كده احنا بنتكلم بوست هيموراجيك هايدروكيفالس. وات از ذا نيكست ستيب؟ اوعى تمشي الحاله وتكتب الكلمه دي. انا كانت لسه حاله امبارح شبيهه كده، ها، دوبلر اليفيتد سيريبرال ريزيستنس ولا لا؟ كان معايا بقول لك البيدياتريشن في مدينه نصر، الطفل يعني كويس، قلت له لا انت عندك الار اي بتاعها عالي، بلغ النيوروسيرجن. انا كده هي دي المعلومه اللي استفدنا بيها، مش مجرد التشخيص وبس، بلغ النيوروسيرجري. لان يوم 2-3 انا قلت له انت بتحكم ازاي ان الدنيا افكتد؟ البلجنج فونتانيل وكل شويه الهيت سيركمفرنس قاعد يزيد. يا عم ده الدنيا ممكن تكون بتتدمر جوه عقبال ما انت تديتكت. لا، احنا بنديتكت بدري. تمام، اوكي. طيب ايه ده مش سونار، معلش بقى الحاجات اللي هي اللي انا ضعيف فيها، الام مار انت جايبه ليه؟ عشان الويندو اللي ورا، الويندو اللي ورا دي اللي اسمها ماستويد فونتانيل، مش لازم تلاقيها ورا الودن بالظبط، لا ارجع كده سنتي 2 سنتي هتلاقي حفرايه حلوه، وبالذات لو كان بريتير. انا هبص على الجزء ده، الجزء ده اللي هو كاني شايف كورونال ام ار اي. تعال نقول اناتومي، ده كده سيريبرال هيمسفير. تمام، الحته اللي في النص دي اللي هي الفيرمس والتونسلز ومش عارف ايه، وده كده اللي هي الفوليا، دي كده سيسترنا ماجنا، وهنا مثلا الفورس فينتريكل، بعد كده طالع ايه اكويداكتو سيلفياس اند، وطبعا السيجمون ساينس اللي هنا. ميل الكورونال بالشكل ده هيطلع شكل السونار بالظبط. متخيلين الصوره كده ولا لا؟ انت لازم الاول يبقى عندك تخيل اناتومي، انا ايه اللي هشوفه؟ ايه ده؟ هو كده معناها ان انا لما بشوف الماستويد فونتانيل بجيب كورونال؟ ايوه، يعني ده كده تحت، ده كده ايه؟ فوق. يبقى دي كده سيسترنا ماجنا فورز فينتريكل، يبقى اللي هيكمل هنا هيبقى اكويداكت اوف سيلفيس. اكويداكت اوف سيلفيس اللي هي تقريبا ما بنشوفهاش، وتش از جود، لكن لما شفناها ابنورمال. خلاص كده تمام؟ حلو قوي. ده طبعا سيريبرال هيمسفير، ودي السيريبيلار فوليا اللي لازم تكون سيمتريكال، بس انا مش شايف الناحيه الثانيه كويس. لو كان بريتيرم كنت هخلصه لك من فحص واحد، لكن لو كان تيرم يبقى لازم تبص على اليمين لوحده والشمال لوحده وتبدا تقارن. تمام، وما تنساش ان ده مكان من الاماكن بتاعه الدوبلر. حاجه تانية، مش دي كده سيسترنا ماجنا؟ حلو، الفلويد اللي لافف هنا حوالين السيريبيلم ساب اركنويد، يبقى لو لقينا ايكوجينيستي هنا او ايكوجينيستي حواليه ده ساب اركنويد هيموريدج. تمام، حلو قوي. طيب ده طفل وكان بري تيرم او حتى تيرم وكونفالجنس، وبصينا لقينا هيدروكيفلس،
من ضمن الويندوهات اللي احنا هنعملها الماستويد، ايه اللي ظاهر فيها؟ انا هرجع خطوه لورا. ليه خطوه لورا؟ لو انت كملت هنا صعب تشوف فينتريكول سيستم اللي هو التيمبورال هورن. انت هنا مبدئيا شايف ايه؟ ده كده التيمبورال هورن، ده هيدروكيفلس مستريح، حلو قوي. وده كده السيريبيلا. امال مين اللي ان بتوين السيريبيلا هيمسفير؟ المفروض مين اللي هنا؟ فورز فينتريكل. وايه التكمله اللي مكمله؟ مش احنا قلنا ده تحت وده فوق؟ يبقى الفورز فينتريكل فيه كذا ومكمل على فوق، في ايه؟ الكوجينيك بلاد كلوت ومكمله، مكمله حته كونستريكشن بعد كده دايليتيشن. ده الفورز فينتريكل. الاكويدكت اوف سيلفياس الثيرد فينتريكل، وكمان ده اللاترال فينتريكل. انتوا متخيلين الفينتريكولر سيستم مرسوم بهيمورج؟ تخيلوا لو انا مش عارف الاناتومي، الصوره دي عباره عن ايه؟ وهم. الصوره دي وهم. لذلك قبل ما بنبدا اي فحص، استاذنا الفاضل دكتور ممدوح محفوظ قال دكتور الاشعه الشاطر دكتور اناتومي شاطر، اناتومي اناتومي اناتومي. يا عم الحاج ده انا دلوقتي معايا ام دي ومش عارف ايه، بس هتعلم الكرينيا القرق، هتعلم كرينيا جديد، ارجع للاناتومي تمام. وملهاش اي علاقه انا سني كام، انا معايا ايه. معايا يا جماعه نبدا اناتومي تكنيك، بعد كده نخش في الباثولوجي. طيب يبقى الجريد دي جريد كام؟ بالظبط اتليست ثلاثة، اتليست احنا بنتكلم ثلاثة. ليه؟ هيمورج ودايلاتيشن. ممتاز جدا. طيب ايه الاخبار؟ بري تيرم. اشمعنى؟ عرفنا ازاي ان هو بري تيرم؟ ده سموث برينر، ده ما فيهوش صلصاي ولا جيرات. ده على فكره ده فيري بري تيرم، ده ما فيش اي صلصاي خالص، وكمان هوريزونتال لارج سيلفيان فيشر، ده صغنن جدا تمام. حلو قوي. ايه اللي موجود؟ تمام تمام. النقطة الأولانية في هيموريج بايلاترال، بايلاترال اسيمتريكال ماشي، معاه دايليتيشن، معاه دايليتيشن حلو. إيه تاني؟ أنا كده معايا على الأقل جريد ثلاثة. لا ده أنا كمان داخل جوه البرين، دي بيسموها إيه؟ انترابرينكمال هيموريج، صح ده الاسم القديم، برافو تمام. إيه ده يعني غلط؟ لا مش غلط ولا حاجة، ما هي فعلا هيموريج جوه البرين، لكن دلوقتي بيدوها اسم تاني اسمها بيري فنتريكولار هيموراجيك انفاركشن. ايه اللخبطه دي؟ حد سمع الاسم ده قبل كده؟ طب كويس، معلومه جديده. طالما قلنا حاجه كده ما تزعلوش على فكره لما تلاقي ما حدش يقول لي كل المعلومات الجديده ماشي مفيش مشكله. ده عندنا فينتريكولر سيستم تمام، وده الفين اللي ماشي في الابندايما او تحتيها، ده اسمه تيرمينال فين. تخيل لو في حته بلاد كلوت هنا، ايه اللي هيحصل؟ تضغط عليه شويه. طب مع شويه دايليتيشن ايه اللي هيحصل؟ هتضغط عليه قوي، في الاخر ايه اللي هيحصل له؟ هيقفل، وبالتالي هيبقى البرين الارتري قاعد يودي، الفين مقفول، هيبدا يحصل هيموريج، هيبدا يحصل انفاركشن عليها هيموريج، فبنسميها بيري فينتريكولار هيموراجيك انفاركشن. فده الترم الاحدث عرفناه عن طريق الدوبلر، لكن زمان انتركي هيموريج وخلاص. يعني ايه انتركي هيموريج؟ يعني دايليتد فينتريكل ورابشر جوه الايه؟ جوه البرين. لا القصه السيناريو مختلف تمام كده يا جماعه. عرفناه بايه؟ بمنتهى البساطه بدوبلر. ده كده النورمال سايد اللي هو النورمال فين، الفين هنا خلاص ايه ده انتهى، اتقفل من زمان وبدا ايه يحصل البليدنج بتاعه. دي كده دخلت في جريد كام؟ هي دي اربعه. فجريد اربعه اللي كنا بنقول عليها انترا برينكيمال هيموريج، ممكن نقول عليها بي في اتش اي، اختصار ايه؟ صح، بيري فنتريكولار هيموراجيك انفاركشن تمام. انا بيعجبني لما الناس بتتكلم مع بعض عشان ايه؟ ما اعرفش اي حاجه. طيب تاني الاول لغايه دلوقتي انتوا متابعين، انا ما شرحتش غير حاجه واحده بس، كونفالجنس بندور على ايه؟ هيموراج تمام. طيب الابنورماليتي فين؟ في اتنين ابنورماليتي. الاولانيه خلونا في اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي دي كده عباره عن ايه؟ هيموراج انترا ولا سب ابن دايمر ولا انترا فينتريكولار، دي شكلها كده ايه؟ شكلها انترا. معاها دايلاتيشن ولا لا؟ بصراحه مش معاها، يعني على الاقل في الفيو ده. هتقول لي لا هي معهاش خالص يا سيدي، مش نكمل باقي الفيوهات؟ لا هي معهاش. اشمعنى؟ لان الهيدروكيفلس اول حته بتبقى دايليتد الانتيروكول تمام. حلو، يبقى كده ايه؟ غالبا دي جريد 2 ماشي، دي الانترا فينتريكولار جريد 2. ايه تاني موجود في الشاشه او في الصوره؟ الليفت تلمس مالها؟
لا دي كده مش دي السلايد هايبر ايكوجينيستي اللي شفناها في البريتير. لا دي ايكوجينيك ايكوجينيك بلاد ايكوجينيك بلاد. يا اما هيماتوما يا اما هيموراجيك انفكشن. ايكوجينيك بهذا الشكل بلاد. طب ده كده بلاد هل ده تيبيكال لوكيشن؟ لما تلاقي هيموريج بس احنا كلنا مشخصينه يعني ده كده ايه ليفت ثلاميك هيموريج يعني الطفل خلي بالكم ده واحد من ضمن الاسباب اللي هيجي بهيمي باريسيس مش مجرد كونفالجنز بس يعني في ناحيه كده افكتد تمام. طيب عفوا ده تقريبا فول تيرم ده فول تيرم عشان السلساي والجيراي وكده تمام مكونه ودي نقطه كويسه قالتها الدكتور ايوه بيزل جانجلا سيربيلم كورتكس الحاجات دي بتاعت ايه بتاعت التيرم برافو برافو لكن الحمد لله واحده فايقه واحده من ناس كتير يعني ان شاء الله فايقين. طيب لما نلاقي هيموريج ان ابنورمال لوكيشن انيوجوال لوكيشن اي تيبيكال لوكيشن تفكر في ايه الواد ده عنده حاجه بتخليه بليد مش مجرد بقى ده البريتيرم العادي ولا لا عن انت واخد انتي كواجولانت هو عنده بليدنج تندنسي هو عنده كذا كذا ينهر ابيض لازم نعمل له دوبلر. هنعمل دوبلر هنا حاجتين اول حاجه انا هعمل دوبلر على المنطقه دي لان ممكن يكون هنا الميدل سيريبرال اصلا يعني مش واخد زي الناحيه الثانيه وبالتالي دي انفاركشن صريحه او ايه اللي موجود هنا دي السوبيريور ساجيتال ساينس مالها ترومبوست طبعا انت لازم تعمل السيتنج بتاع الكالر دوبلر اقل سيتنج عشان القط المينيمال فاسكولاريتي بس كده معناها ان انا متشخص ان فيه فينس ثرومبوزس الكلينيشن اداله انتيكواجلانت بوب بليدنج تمام بمعنى ان انا لو عندي فينس ثرومبوزس الحاله كده لا دي فولو الحاله دي لازم تبقى فولو تمام فلما تلاقي هيموريج في انيوجوال لوكيشن تمام دي عايزه بس تتظبط يا اما ثرومبوزس انتيكواجلانت اكمو طبعا يبقى ده برضو عرضه لان معظم البريتيرم عندها ريسبيراتوري ستريس وبالتالي ايه اللي هيحصل هتبقى واخده اكمو ففكر قول لي الكلينيشن هو عنده ار دي اس ده عنده ار خلاص يبقى جبنا السبب او بريدنج ديس اوردر فلما تلاقي تيبيكال لوكيشن للبريدنج خد هيستوري طبعا الحالات دي محتاجه تتراجع ونعمل كلر على ايه الفينس سينسس وكلر عليه هنجيب لكم حاله كمان شويه هيبقى فيه مشكله شبيهه بكده لكن المره دي هتبقى انفكشن. طيب نبدا نخش انا كده بعدت عن الكلاسيك يبقى الكلاسيك جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 تمام بس في كل واحده انا قلت لكم تريكايه انا مش ماشي بشكل اكاديمي انا بس التركات وهتسجل عشان تعرف لو لقيت دي تتصرف ازاي. الفينس ثرومبوزس لوحديها تعمل هيموريدج تعمل هيموريدج والانت لا هتبقى غالبا كورتيكال لكن هنا الانتي كواجلانت هي اللي عملت الهيموريدج تمام يعني بمعنى صح نرجع تاني الحال لو دي هي اللي هتعمل هيموريدج لو دي اللي هتعمل هيموريدج غالبا هيبقى ايه غالبا كورتيكال وممكن على فكره بايلاترال تمام لكن احنا ده بعيد خالص عنها فدي السكندري افكت بقى اللي هي الانتي كواجلانت بالظبط سكندري بقى للسيبسز وي ما انا بقول لكم يا جماعه الطفل ده هتلاقيه كذا حاجه تمام. طيب ايه الاخبار ها احنا عندنا الاول سنجل باثولوجي ولا دبل باثولوجي حد يقول لي شايف ايه هيموريدج ولا اسكيميا احنا شايفين الاثنين يبقى ممكن يا جماعه يحصل دبل باثولوجي ايوه ربنا يبارك فيك يا دكتوره تسلمي وبنشكر الدكتوره جهاد على مساهمتها الكبيره معانا ماشي والشكر هو في التسجيل خلاص ماشي اوكي ف ايه اللي عندنا واضح ان في هنا هيموريدج جوه وايه اللي عندنا بره ده سيستيك بيريفنتريكول ليكو ماليشيا خلي بالكم ان ده بيحصل في تايم وده تايم تاني فكده الطفل ده عرضه لايه اتعرض لهايبوكسيك افكت واتعرض بعد كده برضو لايه لافكت تاني يعني ممكن نلاقي دبل باثولوجي فانت ما تتلخبطش و يعني انا همشي البنتريكو سيستم ده بروميننت وهكتب البي في ال لا اكتب الاثنين غالبا
غالبا غالبا ممكن يكون انترافنتريكول لان الكرويد هنا شايفه التربيديتي اللي حواليها معايا يا دكتوره يعني هنا ادي كل ده الفنتريكولر سيستم ففي هنا تربيديتي حواليها ودي برضو شكلها بلاد كلوت حواليها تمام طيب لا 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 السيربيلم ده مش هقدر مش دي الفيو بتاعي مش ده الفيو بتاعه كلاسيك بس لو شكيتي ليك الحق ما هو ايتيبيكال تعملي ايه ماستويد سؤال كده قبل ما نقول على موضوع الجريدنج الماستويد فونتانيل حد يقول لي الفوائد بتاعتها بندور على ايه بنستفيد ايه كل واحد يقول حاجه ها البوستيريور فوسا ده بشكل جنرال الايه لا لا الماستويد البازلر اللي هنجيبه من السجدة كويس يبقى لسه احنا بنلخبط كده بوستيريور فوسا مال فورميشن مال فورميشن بشكل عام زي الداندي ووكر سبيكترم اللي هي 1 2 3 4 ايه تاني سيريبيلر هيموريج يبقى لازم نقارن بين يمين وشمال او هيموراجيك انفكشن ايه تالت الفنتريكول سيستم بقى فورز فنتريكل هيموريج سيسترنا ماجنا هيموريج وساب اركنويد هيموريج ايه كمان الدوبلر ثرومبوزس تمام للترانزفيرس او السيجمويد الاثنين بيجابوا هنا ممتاز جدا ممتاز جدا جريدز طبعا بتاع الهيموريج انتوا عارفين ايه جريد 1 جريد 2 جريد 3 الدايلاتيشن جريد 4 اللي هي اللي اسمها ايه بيري فنتريكولار هيموراجيك انفاركشن طيب دي السيمتوم الاولانيه وهي الاكثر شهره